حذر برنامج الأغذية العالمي من أن جائحة الجوع على وشك اجتياح العالم، حيث أن 250 مليار شخص معرضون للجوع الشديد في عام 2020 بسبب تداعية الوباء. وكشف تقرير للأمم المتحدة أنه في ظل تدابير احتواء فيروس كورونا التي تحد من حركة الأشخاص، تمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير الغذاء ل 4.5 مليون شخص كل شهر.